أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. الإمارات استضافت اجتماعا ضم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي والعميد طارق صالح. هذا اللقاء أثار ردود فعل واسعة وجاء بعد يوم واحد من توجيه السفير الأمريكي ستيفن فيغن دعوة للتشكيلات اليمنية الموالية للتحالف إلى وضع خلافاتهم جانبا والتوحد لمواجهة ما وصفها بالتحديات. الإمارات الداعمة للرجلين تظهر اليوم وهي تحاول ترتيب أوراقها لإذابة جليد الخلافات بينهما، والتي جاءت على خلفية مضايقات قوات المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله لتحركاته وأنشطة نجل شقيق صالح في عدن. بحسب الموقع الإلكتروني المجلس الانتقالي، فإن الزبيدي وصالح ترأس اجتماعا مشتركا لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بما يعزز الجهود المبذولة لمواجهة جماعة الحوثي وجماعات الإرهاب والتطرف بمختلف أشكالها. فما وراء اجتماع الزبيدي وطارق صالح في أبوظبي؟ وما علاقة هذا التحالف بدعوة السفير الأمريكي ستيفن فيغن للتوحد ضد الحوثيين؟ وهل فعلا يؤسس لمرحلة جديدة لمواجهة الحوثي؟ أم أن الإمارات ترتب أوراقها من خلال القوات الموالية لها في البلاد؟ دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. هل ترتب الإمارات أوراقها في البلاد؟ تساؤل يطرحه الشارع اليمني بعد ظهور طارق صالح وعيدروس الزبيدي داخل أروقة العاصمة الإماراتية أبوظبي في أول لقاء علني بينهما. النائبان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بحث بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي سبل التعاون والتنسيق المشترك بما يعزز الجهود المبذولة لمواجهة انتهاكات الحوثي والجماعات الإرهابية والتطرف بمختلف أشكاله. أما اللافت في اللقاء فهو خلوه من العلم اليمني الذي يوضع بروتوكولياً في الاجتماعات الرسمية، وكذا علم الانفصال الذي يحمله الانتقالي، في إشارة إلى أن اللقاء ربما تم بضغوطات إماراتية. يرى مراقبون أن الاجتماع جاء برغبة أمريكية بعد يوم من توجيه السفير الأمريكي ستيفن فيغن دعوة لتشكيلة اليمنية الموالية للتحالف إلى وضع خلافاتهم جانباً والتوحد لمواجهة ما وصفها بالتحديات. حليفا أبوظبي كان قد التقيا في عدن في وقت سابق بعد قطيعة استمرت لنحو عامين بين الرجلين بسبب خلافات عالقة بينهما طيلة الفترة الماضية، الأمر الذي أثار أسئلة عدة حول دلالات التوقيت ونتائجها، حيث أشارت التقارير بأن أبوظبي شجعت هذا التقارب وهي وراء هذا الأخير، حيث أنه لا يمكن أن يغيب دور الإمارات المشجع لمثل هذه التقاربات بين شركائها الوثيقين، خاصة وأنها تعقد أملاً كبيرة في نجل صالح للعب دور في يمن ما بعد الحرب، وليكون أحد حلفائها في بلد حيوي استراتيجي لبسط نفوذها الجيوسياسي التوسعي. خبراء أكدوا أن اللقاء يظهر هوة التباين الجغرافي لطرفين يمارسان نفوذهما على جانبي الحدود التي أعيد فرضها خلال الحرب، وتحاول الإمارات من خلاله تعزيز قوتها التفاوضية مع السعودية في جغرافية الصراع اليمني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بالضيوف الذين سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة. هنا في الاستوديو سيكون معنا المحلل السياسي ياسين التميمي. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك بكل خير أستاذ آسيا، ومساء المشاهدين وضيوفك الكرام. أهلا بك. وسيكون معنا عبر سكايب الصحفي صلاح الصقلدي. مساء الخير أستاذ صلاح. مساكم الله بالخير جميعا انتم السادة المشاهدين. اهلا بكم ضيفي العزيزين. ابدا من عندك استاذ ياسين، الامارات استضافت اجتماعا ضم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي والعميد طارق صالح ايضا، كيف تابعت هذا الامر بدايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الاجتماع ياتي في سياق مشهد مضطرب على الاقل على المستوى الجنوبي، وهذا الاضطراب ليس فوضويا وليس عبثيا. هناك ما يشبه التنسيق، يعني مثلا البحسني يعني شق طريقا مختلفا ودخل في صدام مع المجلس، مع مجلس القياده الرئاسي، وعلى خلفيه مظلمه حضرموت ومطالب حضرموت الى اخره، واجتماع للوجاهات القبليه في ساحل حضرموت الذي يطالب بان يكون التجنيد، بان لا يتم التجنيد خارج النخبه الحضرميه، ويطالب ايضا بفرض السيطره الامنيه والعسكريه للنخبه الحضرميه على كامل حضرموت. هذه الامور بطبيعه الحال تشير بشكل او باخر الى ان
هناك مشاحنة إقليمية أو هناك يعني تصادم، هناك صراع نفوذ، وكلنا نستخدم أدواته وكلنا نستخدم رصيده من النفوذ، إما عبر أعضاء مجلس القيادة الرئاسي التابعين له أو عبر التشكيلات المسلحة التي يدفع مرتباتها ويتحكم بقرارها العسكري، أو عبر يعني المجتمع نفسه الذي يخضع بشكل أو بآخر لحالة من حالات الحالة الراهنة من الاستقطاب. اجتماع المجلس الانتقالي، رئيس المجلس الانتقالي ورئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وهي تشكيلات صنعت في الإمارات ومولت من قبل الإمارات، والإمارات هي التي حددت أهدافها السياسية وأجندتها ووضعت حدودها حتى الجغرافية. هذا الاجتماع في الحقيقة يعني يثير كثير من علامات الاستفهام. هذان الطرفان أعتقد أنهم في حالة تكامل واضح، إن لم يكن تكامل على مستوى الأهداف فهناك تكامل تفرضه المرجعية المشتركة، المرجعية الصارمة المشتركة للإمارات. هناك مرجعية مشتركة صارمة للإمارات على المجلس الانتقالي وعلى مكتب المجلس السياسي للمقاومة، ولا يستطيع أي منهما التصرف داخل المساحة المتاحة له إلا بالتنسيق مع الإمارات ووفقا لأولويات الإمارات. إذا لماذا هذا الاجتماع؟ لماذا هذا الاجتماع؟ أنا أعتقد أنه هذه رسائل إقليمية بشكل نعم آخر. يعني كتبت حضرتك بعنوان يعني منشورة على صفحتك لقاءات الأجندة المشتركة، ما الذي دفعك لقول أن هذه اللقاءات تتعلق بالاجتماع بين المجلس الانتقالي بقيادة عيدر الزبيدي والمقاومة؟ نعم يعني أنا أقصد بالأجندة المشتركة، أنه في النهاية هؤلاء يخدموا أجندة مشتركة واحدة. واللافت لماذا يعقد هذا الاجتماع؟ يعقد هذا الاجتماع ليعطى رسائل خطيرة في الحقيقة. هذه الرسائل أخطر دلالاتها أنه لا مكان للمرجعية الجامعة للشعب اليمني وهي السلطة الشرعية، التي يفترض أن هذين الرجلين جزءا منها. يعني التصرف وفق مصلحة الدولة اليمنية يقتضي التحرك ضمن الإطار المشترك الذي هو مجلس القيادة الرئاسي. أن يجتمع اثنان أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي للبحث في قضايا ثنائية لا علاقة بمجلس القيادة الرئاسي به، فهذا يعني أن هناك توجه من قبل المؤثر الإقليمي الثاني بعد المملكة العربية السعودية لإعادة توظيف الأتباع السياسيين على الساحة اليمنية والفسيفساء السياسية هذه التي تتوزع على الخارطة اليمنية، بما لا يخدم بأي حال من الأحوال المصلحة المشتركة للشعب اليمني. يعني مثلا عندما يقف طارق في هذه الجهة وعيدروش في هذه الجهة، فإن الانعكاس الميداني المباشر هو لمنطقة جغرافية مجزأة. نعم، دعني أخذ رأي الأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، برأيك ما هي الدوافع الرئيسية وراء تشكيل مثل هذا الاجتماع بين المقاومة الوطنية بقيادة طارق والمجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي؟ أعتقد أن الأمر أكبر من ما أعلن عنه، بأنه تحالف للتصدي للحوثيين. فالمقاومة، مقاومة طارق والمجلس الانتقالي، هما أساسا منضويان تحت المجلس الرئاسي والحكومة والمقاومة ضد الحوثيين، وبالتالي هما ليس محتاجين لمثل هكذا تنسيقات ثنائية. الأمر الآخر أن هناك بالفعل هناك رسائل واضحة بعثت من خلال هذا اللقاء، وهو لقاء كان بوسع أن يتم بدون الإعلان والإظهار بالوسائل الإعلام كما شاهدنا، فهذا الإعلان بحد ذاته والإظهار هو بالتأكيد يبعث رسالة، وأعتقد بأن المملكة العربية السعودية قد وصلتها هذه الرسالة من الإمارات وحتى من الولايات المتحدة. فنعرف تماما أن السعودية رفضت، وكثير من دول الخليج باستثناء كل دول الخليج باستثناء البحرين، رفضت الانضواء تحت تحالف أمريكا في ما يسمى بالازدهار في البحر الأحمر. وحاولت الآن أمريكا بالتنسيق مع الإمارات أن تشكل تحالفات من هذا النوع لمواجهة الحوثيين الذين يبدو أنهم استعصوا على الجانب الأمريكي. هناك أيضا عوامل أخرى وأسباب كثيرة، منها أن الطرفان وعن الزبيدي يشعران بأن هناك تجاوز لدورهما المستقبلي، وقد يكون دور هامشي فيما إذا تم التوقيع على
التفاهمات التي ابرمتها السعودية مع الحوثيين في مسقط، وهما كانوا خارج تماما خارج اي مشاورات ولم يشاروا ولم يتم. لماذا يصبح الاجتماع في الامارات استاذ صلاح؟ يعني اذا كان لديهم نفس التوجهات او نفس الاحساس بالتجاوز وبانهم لابد ان يقفوا، يعني هم في المجلس الرئاسي، هم قادة بلد يعدوا، لماذا يذهبان الى هناك ولا يجتمعان بينهم البين مثلا؟ لا ننكر على الإطلاق بأن هناك تدخلات، بأن هناك العامل الخارجي هو العامل هو اللي يحرك الأوراق ويحرك القوى بالداخل، جميع القوى هي تتحرك من الخارج، وبالتالي ليست مشكلة أن يلتقي في الإمارات، فهناك المجلس الرئاسي نفسه يجتمع بكل أعضائه في الرياض بدون أي مناسبة. وبالتالي هذا يؤكد ايضا، هذا الاجتماع يؤكد بالتاكيد ان الاراده الامارات كانت حاضره في هذا اللقاء، وهي بالتاكيد لها اسباب اخرى، فهناك مثل ما اشرنا تجاهلات لها الاطراف، هناك موضوع حضرموت. لكن الا يزيد هذا الامر من التشظي؟ يعني الاجزاء من المجلس الرئاسي يتبعون راي السعوديه التي لا تريد المشاركه في تحالف الزهار، اذا ما اعتبرنا ما طرحته هو السائد، واثنان سينضمان الى الامارات التي تريد التعاون مع امريكا في هذا التحالف، اذا ما مصير البلد في ظل هذه التجاذبات؟ يعني كل طرف يذهب الى المحرك او الممول الرئيسي له. تأسيس المجلس الرئاسي والحكومة وشراكة المجلس الانتقالي بهذه الحكومة ليست غاية، بل هي كانت وسيلة مؤقتة، وبالتالي إذا بحسب ما يراه المجلس الانتقالي أن إذا لم تكن أهدافه التي طلع بها سيجهض هذا التحالف وهذا المجلس الرئاسي، وبالتالي هو ليس معنيا، وليس بالتالي معنيا أن يلتزم ويذعن لهذا المجلس، فهو صاحب قضية ومن حقه أن يبحث عن الانتصار لهذه القضية حتى لو كان خارج المجلس الرئاسي. وبرغم كل ذلك لا يزال المجلس الانتقالي يعلن صراحة ويأكد، واجتمع رئيس المجلس الانتقالي عبر السكايب مع المجلس الرئاسي، فحتى في ذروة الشعور المجلس الانتقالي بأن هناك قوى داخل هذا المجلس وفي التحالف والسعودية بالذات يتم تجاهل القضية الجنوبية تماما، إلا أن المجلس لا زال، يعني المجلس الانتقالي لا زال متمسكا بهذه الشراكة حتى هذه اللحظة. ربما هناك السولجان الخليجي السعودي على وجه الدقة هو الذي يفرض عليه هكذا، لكن في تململ واضح من المجلس الانتقالي، واعتقد بأن السند الإماراتي هو يعزز من إظهار هذا الشعور وهذا التذمر الذي يعتري المجلس الانتقالي بموضوع حضرموت، وكان عامل مهم أعتقد. فهناك محاولة سعودية لتحجيم المجلس الانتقالي وتقليص نفوذ القوى نخبة حضرموت لحساب درع الوطن المنشأ عسكريا من السعودية، ومحاصرة كثير من مناطق المجلس الانتقالي داخل هذه المحافظة، وإدخال هذه المحافظة في دوامة حتى يتم بالتالي السيطرة عليها والإجهاز عليها والتحكم بثرواتها ومصيرها. وقد شاهدنا كثير من التصريحات، آخرها قبل يومين لنائب رئيس صحيفة عكاظ يقول تماما أن حضرموت قد حسمت أمرها وقررت أمرها، بما معناه أن ليس لكم أي علاقة بحضرموت، فحضرموت هي تحت الكنف وتحت مظلة وفي معطف السعودي، هكذا بكل صريح العبارة. وهذا ما استشعر به المجلس الانتقالي، وتصريحات كثيرة رأوا بأنها تستهدف حضوره في حضرموت وفي كثير من المناطق، ومن حقه أن يبحث بالتالي عن أي تحالفات حتى لو كانت تحالفات داخل مجلس الرئاسة التي نراها اليوم. نعم، إذا برأيك أستاذ ياسين، يعني إذا كان هذان الفصيلان ممولين من أبو ظبي وهو المحرك والداعم الرئيسي له، وهناك حديث طبعا طويل عن الخلافات التي بين هذين الفصيلين، أليس من الأفضل بالنسبة للبلد أولا أن تتدخل أبو ظبي لحل هذه الخلافات بينهما وإذابة الجليد؟ أعتقد أنه لا توجد خلافات، الخلافات الميدانية الناشئة هي لها علاقة بإعادة توزيع المصالح في باب المندب، هناك مهربين محسوبين على الانتقالي وهناك قوات محسوبة على طارق. المهربين يتملصون من سيطرة قوة طارق لكي يواصلوا عملية التهريب، وهذا أمر يروق ربما للمجلس
الانتقال إليك. عدا ذلك أنا أعتقد أن هناك توافق سياسي كامل، لأنه تشكيل ما يسمى بالمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، سلسلة من الأسماء، حراس الجمهورية، المقاومة، القوات المشتركة إلى آخره، هو نتاج توافق مشترك. وأعتقد أنه حتى المجلس الانتقالي باعتباره الصنيعة إماراتية لا يمتلك حق التوافق مع الإمارات حول سياساتها، هذا ترف يعني، أعتقد لا يستحقه من وجهة نظر الإمارات. إذن لا داعي للحديث عن 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 خلافات. علينا أن نعيد الآن، نعود إلى الوراء. المجلس الانتقالي جرى حقنه في السلطة الشرعية عبر اتفاق الرياض، لم يعد أحد اليوم يتحدث عن اتفاق الرياض واستحقاقات اتفاق الرياض، جرى تجاوز اتفاق الرياض واستحقاقاته، ولهذا نحن اليوم نحصد هذه الكارثة المرة. لأنه لم يجري تنفيذ اتفاق الرياض رغم أنه كارثي. يعني نعم، لكن يعني مثلا أستاذ صلاح، وهم كثيرا ما يرددون في أحاديثهم بأن اتفاق الرياض وما نتج عنه من مجلس رئاسي هو فقط وسيلة للحصول على مطالبهم خاصة. لا يعني أنا أتحدث عن اتفاق الرياض الذي لم يكن يتحدث عن مجلس رئاسي مطلقا، وكل ما في الأمر أنه كان يعيد حق المجلس الانتقالي في السلطة الشرعية ومنحه المزيد من المكاسب السياسية. ويتبين المجلس الانتقالي عندما يتصرف على هذا الأساس، هو منح الحق في أن لا ينفذ بنود اتفاق الرياض. فبدأ المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات يطمح في تحقيق ما يسمى باليمن الجنوبي أو استعادة الدولة الجنوبية. ذهب إلى حضرموت فاصطدم بالإرادة السياسية السعودية. الإرادة السياسية السعودية التي أنتجت ما يسمى ب مجلس حضرموت الوطني شكلت أكبر صدمة بالنسبة للمجلس الانتقالي. واليوم الوضع في حضرموت لم يعد متماسك، الوضع هش، وتقريبا كل دولة سواء كانت الإمارات أو السعودية تحاول استخدام أقصى طاقاتها في التأثير على المشهد الحضرمي، إما من خلال التشكيلة التي تظهر فجأة، أو من خلال التشكيلة التي فرضتها السعودية، أو من خلال التكوينات التي نشأت قبل ذلك، مثل مؤتمر حضرموت الجامع. مؤتمر حضرموت الجامع اليوم يخلط الأوراق بشكل لا سابق له، بمعنى أنه يقف ضد المجلس الانتقالي الجنوبي ولا يتبنى سياسة مهدنة حتى مع المملكة العربية السعودية، ربما يكون له ارتباطات إقليمية أخرى لا ندري. لكن هناك يعني المشهد مرتبك في حضرموت، وهذا نتج عن صراع الإرادات. اليوم المجلس الانتقالي خرج من هذا المشهد. هذه الاجتماعات التي حدثت في حضرموت، ربما لا أتفق مع ما قاله الأخ العزيز صلاح الصقلدي من أنه ربما يبحث في مسألة الاندماج في التحالف الدولي لمواجهة الحوثي في البحر الأحمر. هذا ليس من أولويات المجلس الانتقالي وليس من أولويات الإمارات تقريبا، ولن يضيف شيء أن ينضم طارق أو عدروس الزبيدي. لكن لو راجعنا يعني أنه جاء بعد يوم من خطاب ستيفن بيجن بأن على الجميع المكونات أن تتوحد ضد الحوثي، ألا يعني يدل هذا الأمر بأن هناك تحرك لأجل هذا الشيء؟ من قال أنه السفير الأمريكي ومن خلفه الإدارة الأمريكية اليوم يتصرفوا على أساس قيادة معركة لمواجهة الحوثي؟ الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال في أجندتها تمكين جماعة الحوثي وجعلها لاعبا سيئا طائفيا في المشهد اليمني. الولايات المتحدة الأمريكية بنيت سياساتها منذ ما قبل 2011، منذ العام 2000، على أساس يعني حقن المشهد اليمني بهذا اللاعب الطائفي المرتبط بإيران. هذه سياسة أمريكية لم تتغير حتى هذه اللحظة، وهذا الأمر لا يمكن أن تغيره إلا الإرادة الوطنية التي بدأت تشعر بكارثية تمكين جماعة الحوثي من المشهد اليمني ومن القرار اليمني. الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد اليوم متغير على الأرض يمكن أن يدفعها إلى تغيير سياساتها تجاه جماعة الحوثي. هناك خديعة تمارسها الإدارة الأمريكية. هذا النوع من الدعوات مراوغة إلى حد كبير. يعني أنا في تقديري أن الأمر أن مواجهة الحوثي لن يكون من خلال التنسيق بين المكونات، وإنما من خلال دعم السلطة الشرعية كمكون. الجميع حتى في هذه التصريحات لا يتحدث عن الدولة اليمنية والسلطة الشرعية، وإنما يتحدث كيف يمكن لنا إعادة تمكين أو توظيف هذه المكونات. يعني مثلا مطلوب من المجلس الانتقالي أن يخوض معركة ضد جماعة الحوثي، لكن يبقي على مطالبه وسياسته وأولوياته في تقسيم اليمن. ما الفرق بينه وبين الحوثي؟ مطلوب من طارق أنه يتجه لمحاربة الحوثي، لكن لا علاقة له بما يفعله المجلس الانتقالي وما يشكله من تهديد للوحدة اليمنية. لا،
نحن نريد أن يكون هناك سلطة شرعية بأعضائها جميعهم يتصرفون من منطلق الحرص على بقاء الدولة اليمنية موحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومواجهة الحوثي ينبغي أن تنبني على هذا الالتزام وعلى هذا المبدأ. بعد ذلك يعني اليوم هناك رغبة دولية وإقليمية في التعامل مع الأدوات التي تشكلت خلال الحرب لأنها أدوات مرتزقة، يعني يتم توظيفهم في معارك لا علاقة للشعب اليمني بها. مثلا يعني هل مهمتي الآن اليوم أترك الحوثي في صنعاء وأذهب لمحاربته في البحر الأحمر؟ نعم، الأولوية أن أنهي وجود الحوثي في صنعاء، وجوده في البحر الأحمر سينتهي بشكل تلقائي. إذن هناك عبث، هذا العبث تديره الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي. ليس هناك موقف واضح من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتهديدات التي تتعرض لها الدولة اليمنية وفي مقدمتها انقلاب الحوثيين. نعم، برأيك أستاذ صلاح كيف يمكن ربط تشكيل هذه القوات يعني التحالف بين طارق صالح والمجلس الانتقالي بدعوة السفير الأمريكي لتوحيد القوى الموالية للتحالف ضد الحوثيين؟ يعني سمعت لحديث الأستاذ ياسين وهو يستبعد هذا الأمر لأن ليس في يعني جدول الولايات المتحدة إن صح لي القول القضاء على الحوثي. هو الكلام الذي سمعته من الأخ ياسين كلام خطير، فيقول صراحة أن على طارق والمقاومة وكل تشكيلات الشرعية أن يلتفتوا ويديروا مدافعهم وإمكانياتهم لمحاربة ما يسميه بالانفصاليين في الجنوب حتى قبل ان يحارب الحوثيين. وهذا لا استاذ صلاح، عفوا بس علشان اوضح يعني لك اوضح لك الفكره وصلتك بشكل خاطئ. الاستاذ ياسين قال عوضا عن ان يلتفتوا لمواجهه الحوثي في البحر الاحمر على الجميع ان يلتفت لمواجهته في صنعاء وليس البحر الاحمر، لم يتحدث عن مواجهه الانتقالي او شيء. انت تكلمتي على الجملتين الاخيرتين. على كل حال اعتقد بان المجلس الانتقالي هو ليس معنيا درجه اساسيه لا محاربه الحوثي في البر ولا في البحر، اصحاب الشان هم الذي يفترض ان يحشدوا كل امكانياتهم وطاقاتهم لمحاربه. لماذا ذهب اذا الى الامارات لصنع هذا التحالف اذا هو ليس معني؟ المكلف الاساسي بتحرير الشمال من الشماليين، المجلس الانتقالي قضيه ونحن نعرف تماما بان المجلس الانتقالي يدخل عنوه بهذه الشراكه والا له قضيه وله خصوم اساسا. من صنع ماساه الجنوب ومن احتل الجنوب ونهبها هي هذه القوى التي يشاركها اليوم المجلس الانتقالي، فلم يكن هناك حوثيا ولم يكن هناك اي تهديد لا من صعد ولا على الجنوب، فهذه القوة التي شاركها المجلس الانتقالي هي التي سامت الان وضع يده بيد من احتل الجنوب كما تقول استاذ صلاح وذهب للجلوس معه للقضاء على ذلك. نعم، ومع ذلك قلنا برغم مرارة السنين وبرغم كل ما جرى من هذه القوى لم نتردد لا بالمجلس الانتقالي ولا خارجه من ان نفتح صدورنا ونشرع ذرعنا لهؤلاء الخصوم الحلفاء الذين نحن تحت مظله واحده معه. فبرغم كل ذلك لم ندخر اي جهد بمساعده هذه القوى، لكن هي بالاساس لا تريد مساعده نفسها، بل انها تقهر صراحة وتقول أن ليس أولوياتنا على أقل الأولويات، وإلا فيقول أولوياتنا هي أن نحسم أمرنا مع الجنوبيين ومع هؤلاء الانفصاليين، أما صنعاء فهي بأيادي أمينة، هكذا بكل صراحة وبكل وضوح. إذا لماذا مطلوب مني أن أبذل جهد أكثر من صاحب الشأن المعني؟ إذا كنت قلق و يعتريك نوع من الخوف على الوحده وعلى مصير اليمن من التشظي ومن التقدم كما تحدث، فالاولى ان توضح لنا مع من مطلوب من الجنوبيين ان يتوحدوا، اذا كنت انت لست راضي ان تتوحد مع الشمال ولا عندك اي قابليه للتعايش مع الحوثيين، فلماذا تجبرني على شيء انت اساسا لست مقتنع به؟ فبكل الاحوال اعتقد بان المجلس الانتقالي اليوم هو يتناول ويلعب بالورقات بقدر ما يستطيع، فبرغم الحاله من التذمر وحاله من السخط وحاله من عدم الرضا حتى داخل صفوف المجلس الانتقالي بان هذه الشراكه هي عبء على المجلس الانتقالي وعبء على القضيه الجنوبيه، لكن برغم كل ذلك اعتقد بان المجلس الانتقالي اليوم بدا بالفعل يستشعر بانه وقع في فخ
هو سحيقة يحاول اليوم أن يستفيد من الشراكة الإماراتية وحتى من الشراكة مع قوات علي عبد الله صالح للخروج من هذا المأزق ومن خروج من حالة الحصار الذي يطبق عليه الجميع بما فيهم حتى المملكة العربية السعودية، ويحاول أن يحشر المجلس الانتقالي في جغرافيا ضيقة ويسلم وأخطر أعتقد أنه نعم قطع الصوت، لا أدري أستاذ صلاح ما زلت معنا بشكل واضح وصريح. نعم. المجلس الانتقالي بالتالي نقول هكذا بأنه وجد نفسه في شراكة لا ليس معنيا إليها بدرجة أساسية، قد يكون هناك خطرا حوثيا. طيب. لكن هذا الخطر الحوثي ليس أقل خطر من الحلفاء الذي هم موجودين اليوم معه. كنت أتمنى على الأخ من هؤلاء النخب بدل أن يهيج الشارع بالشمال وان خصمكم اللدود هو الانتقالي او ان الانتقالي والحوثيين هما وجهه عمله واحده، فلا تعلوا جهدا بمحاربتهم وبمهاجمتهم وحشد كل هذه الاله الاعلاميه الضخمه التي نراها اليوم. نعم اذا اسمح لي استاذ صلاح اترك المجال للاستاذ ياسين لانه يعني ارى انك تقوله ما لم يقل. اذا كان هناك من كلام خطير فهو ما يقوله الاستاذ صلاح الصقلدي، هو اليوم يؤطر اجتماعات ابو ظبي بانها واحد من خيارات المجلس الانتقالي لمواجهه السعوديه وسياستها على الساحه الجنوبيه، وخصوصا ما تقوم به في حضرموت. إذا هذا التشكيل عسكري عصابي اليوم يتشكل وفق أولويات إماراتية لمواجهة المملكة العربية السعودية. إذا كان لأحد أن يقول لا علاقة لنا بهذه المعركة فهو الشعب اليمني. هذه معركة ليست ذات أهمية يعني محاولة افتعال معارك، هذا الذي ينبغي أن نصنفها على أنها لا تهم الشعب اليمني وليس للشعب اليمني شأن بها، يعني أن المجلس الانتقالي يواجه السعودية إلى آخره. لا كون أن يعني مواجهة الحوثي هو شأن شمالي، هذا هو العبث بعينه. يعني اليوم الدولة اليمنية تدار من خلال العاصمة المؤقتة عدن، وهناك ميناء في عدن، وهناك ميناء في حضرموت، وهناك ميناء في المخا. هذه الموانئ تخضع عمليا لنفوذ الإمارات العربية المتحدة، وربما ميناء حضرموت حتى يخضع لنفوذ الإمارات العربية المتحدة عمليا، وهناك ميناء المهرة ربما هناك تأثير سعودي للمهرة، وهناك تأثير عماني. كيف لنا أن نواجه الحوثي بأي طريقة إذا لم نواجهه بإمكانية الدولة التي استلبها، بإمكانية الدولة بكل ما تعني بمواردها بجيشها بتشكيلاتها المسلحة؟ نحن لا نستجدي التشكيلات الجنوبية أن تقاتل من أجل استعادة الدولة، هذا واجب لأن هذه التشكيلات يمنية وتستلم مرتباتها باعتبارها تشكيلات يمنية. ليس هناك جمهورية اليمن الديمقراطية بعد، وليس هناك قوة عظمى اسمها المجلس الانتقالي لكي يعتبر أنه مواجهة الحوثي مسألة طوعية يعني ممكن أن يساهم فيها ويمكن أن لا يساهم. ولهذا أنا وصفت أنه المشروع الانفصالي لا يقل خطورة عن الانقلاب الحوثي لهذا السبب. اليوم الانقلاب طيب أنت الانفصال تجد بأن المشروع الانفصالي لا يقل خطورة عن الحوثي؟ لماذا؟ أريد أن أفسر لماذا. والأستاذ صلاح وغيره يرون أيضا بأن لأنه كلام الأخ صلاح يؤكد ذلك. نعم الجماعه صلاح ايضا يرى بان الجماعه يريد ان يتحدثوا مع اي الشمال اللي يتحدث عنه عن اذا كان الشمال اليوم امكانيه الدوله يعني هذه مشكله استاذ يعني هذه حاله تيه تسيطر على اليمنيين يعني جزء منها مع الحوثيين جزء منها مع طارق وجزء منها في مارب وجزء منها في 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 تعز. المطلوب هو ان تتوحد هذه الامكانيات. لا يمكن خوض معركه مع جماعه الحوثي بمعركة بهذه التشعبات ما لم يكن هناك مدد، ما لم يكن هناك قدرة للقوات الحكومية على التصرف. عندما يقول المجلس الانتقالي الآن وليس غدا، هذه هي جمهورية اليمن الديمقراطية، ليس من حقكم استخدام إمكانيات جمهورية اليمن الديمقراطية، وانتصروا يا شماليين وأنتم جبناء يا شماليين، ولا تحسون قيادة المعركة مع الحوثيين. يا أخ صلاح ربي يحفظك، لستم من حرر الجنوب مطلقا. كان هناك إرادة من التحالف في ذلك الفترة
وضع كل إمكانية مسلحة لإخراج الحوثيين من عدن. الإمارات اتفقت مع أحمد علي عبد الله صالح، وكان هناك انسحاب ممنهج لعناصر الحرس الجمهوري المتواجدين في 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 عدن، وهم الذين حددوا خطوط المعركة أين تبدأ وأين تنتهي. المسألة لا علاقة لها لا بالقوات الجنوبية ولا بالشجاعة الجنوبية ولا ماذا أقول بالحرفية المهنية العسكرية لأبناء الجنوب. عمليا القوات الجنوبية المحترفة لم تكن موجودة في المعركة أصلا. القوات الجنوبية التي كانت محسوبة على جمهورية اليمن الديمقراطية، هذه قوات يعني تحمل كل سمات اليمن أصلا. هذه القوات التي نعتد بها ليست موجودة ولم تكن جزء من المعركة إلا في بعض رموزها التي عملت تحت القيادة الإماراتية بشكل مباشر. طيب، عدا ذلك اعتمد التحالف على كتائب سلفية تنسف وهذه الكتائب من بطولات تلك المرحلة. أستاذ ياسين، نعم، هذه الكتائب من الشباب، هناك من الناس خرجوا. أنا أقول لك الكتائب السلفية التي تم الاعتماد عليها، هذه كتائب سلفية تخرجت في معهد دماج، وهي كتائب يعني بعضها معتدل، بعضها مدخلي، بعضها جهمي إلى آخره. لكن في مرحلة ما عندما كانت المقاومة في عدن قبل تدخل التحالف، هذه مرحلة، هذه المرحلة خضعت للمحاكمة من قبل الإمارات ومن قبل التحالف. هل تعلم ذلك أم لا؟ هل يعلم صلاح السقلدي أم لا؟ الذين قاوموا وأبقوا على عدن يعني حاضرة بتلك الإمكانيات البسيطة المتواضعة كانوا هم الشباب الذين يعبرون عن الهوية اليمنية الكاملة والشاملة، واستهدفوا. وهذه المرحلة حكمت من قبل الإمارات ولوحق عناصرها فيما بعد. كل هذه العناصر لوحقت وهمشت و يعني صنفت على انها ارهابيه، على انها اصلاحيه، على انها اخوانجيه، على انها الى اخره. حتى محافظ عدن قتل. محافظ عدن الذي كان رمز يمني وطني قتل لانه لم يكن مطلوبا في مرحله ما بعد دخول عدن، يعني في مرحله ما بعد دخول قوات التحالف الى عدن. التحالف كان له استراتيجي، وخصوصا الامارات ينبغي أن يكون الذي يستعان به لا علاقة له بالدولة اليمنية وبالمشروع الوطني. هذا مبدأ. إذن محاولت يعني المرحلة التالية هي مرحلة عصابات، مرحلة قوات تعمل بالوكالة، وهذا تصنيف. برأيك أستاذ صلاح، كيف سيؤثر هذا التحالف بين طارق صالح وعيدروس الزبيدي على التوازنات الإقليمية والدولية في اليمن؟ أولا أريد أعلق على المغالطة الأخ ياسين. نعم، هو يقول ان الجنوبيين لازم يكونوا شركاء وان الشماليين ليسوا وحدهم يفترض ان يحرروا الشمال. اساله من الذي حرر الجنوب؟ اليس الجنوبيين بشكل كامل؟ ثم ياتي ويقول بان الذين حارب في الجنوب بدايه الحرب هم لم يكونوا جنوبيين مؤطرين ضمن المؤسسات العسكريه والامنيه. اي الجنوب اللي تحرر؟ ممكن تحدد؟ اعطي له فرصه. اسمح لم يقاطعك. لا انا ما قاطعتك، صحيح. تفضل. اسمعني، أنا أقول لك أن صحيح لم يكن هؤلاء الجنوبيون الذين قاموا في المحافظات الجنوبية لم يكونوا مؤطرين ضمن الوحدات العسكرية، وأنهم أتوا بشكل طوعي. تعرف لماذا؟ لأنه تم تطهير المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل كامل، ووجدوا أنفسهم خارج الحسابات وخارج المؤسسات هذه. وبرغم ذلك عندما نادى المنادي في عام 2015 لم يتأخروا على الإطلاق، وشاهدت ماذا عملوا بشكل واضح وبشكل. انما عند تقول بالتحالف هو الذي كان الحاسم والذي كان له الكلمه العليا والفصل في الجنوب، انا اقول لك ان ما قدمه التحالف في الشمال اضعاف مضاعفه مما قدمه في الجنوب، فلماذا الشمال لم يحقق نصرا عسكريا مثل ما حقق الجنوبي نصرا عسكريا؟ اذا كان الموضوع متعلق انت هنا تقلل من البندقيه الجنوبيه من الدور الجنوبي وتعزيل نصر للتحالف. هذا شيء لا يمكن القبول به، وهذه مغالطه وتبعث في النفوس نوع من التوجس ونوع من الشك بان هؤلاء الذي انت تنادينا بان توحد معهم لا زالوا يضمروا كثير من الاحقاد وكثير من النوايا السيئه. فهو تاريخ لم يتجاوز السبع سنوات او ثمان سنوات على الاكثر، والان قد تنكر تماما بان الجنوبيين اقل واضعف من ان يحسموا حسم عسكري ونصر عسكري من غير التحالف.
فأنا أقول لك أن التحالف عندما أجا واستفاد أساسا من وجود القضية الجنوبي ومن وجود السخط الجنوبي، وبالتالي وجد نصر يعوضه عن الانتصار الانكسار الذي حصل في صنعاء. هو عاصفة الحزب أساسا المعلنة أن تسقط صنعاء وتعيد الحكومة الشرعية إلى صنعاء بعد 3 أسابيع أو قرابة شهر، عندما وجد التحالف أن هناك لا قام شعب ولا أحد انتفض ضد الحوثيين برغم الهجمات المكثفة للطيران، واضطر ذلك اضطر ان يدخل على محافظات الجنوب في حلقه اضعف للحوثيين، ومن هنا من الجنوب ينطلق. ولكن عندما تماما حررت المحافظات الجنوبيه وحاول التحالف هذا ان يتجه شمالا تعثر هناك، تعثر لان بكل وضوح هذه القوى لا تريد، ليس عندها جديه تحارب الحوثيين. نعم، لو عدنا للسؤال استاذ صلاح، ممكن عندها جديه؟ هذه القوى ليست جاهزة لمحاربة الحوثيين، بل واني اقول لك بشكل أفضل، التحالف قتل من القوات والمقاومة في الشمال ما لم يقتل الحوثي. الامارات قالت بصريح العبارة انها كانت تقاتل الاخوان المسلمين، وان الهدف الحوثيين لم يكن الا هدف ثالثا تقريبا. إذا كان هنا اسمح لي، إذا كان هناك مشكلة مع الإمارات فهذا لا يقلل على الإطلاق بأن هناك قضية جنوبية وأن هناك نصر جنوبي تحقق. هذه مشكلتكم مع التحالف ومن أتى بالإمارات، وأكررها المرة الأخرى. هناك أكذوبة، وأنتم كشرعية هناك أكذوبة، أكذوبة أنه الجنوبي شجاع والشمالي جبان. اسمح لي أستاذ، ينبغي أن نعيد تصحيحها يا أخ صلاح. يا أخ صلاح، يا أخ صلاح، مسألة أنه أنت حررت والشمالي ما حررش، هذا خطأ العزيزي. والله لا يوجد أشرس ولا أشرس ولا أكثر تأثير من معركة مارب. اسمح لي ضيفي العزيزين حتى لا نخرج عن معارك دارت في أستاذ ياسين، إذا سمحت، قتلى بالآلاف. إذا سمحت لي أستاذ ياسين، أستاذ صلاح أجب عن سؤالي، كيف سيؤثر التحالف بين طارق صالح وعيدر الزبيدي على التوازنات الإقليمية والدولية برأيك؟ يا أخ ياسين، أنا لم أقل بالشماليين جبنا على الإطلاق، بل هما ربما لنخرج من هذه الدائرة أستاذ صلاح إذا سمحت. أنا قلت أن هناك تخاذل في الشمال من هذه القوى العسكرية التي شفطت من التحالف ما لا يقدر على بال. فيما يتعلق بسؤالك أعتقد بأن هذا التحالف الذي تحدثين عنه بين الانتقالي والمقاومة ومقاومة طارق هي لا تضيف شيئا، فمثل ما أسلفنا القول بأن هؤلاء أساسا هم منضويين تحت حكومة واحدة وتحت مجلس واحد وتحت تحالف واحد وتحت إطار اسمه الدعم الأممي أو القرارات الأممية، فبالتالي أعتقد بأن هذا نوع من التململ داخل مجلس الرئاسة من قبل هؤلاء الأطراف نتيجة السياسة الظالمة، السياسة التعسفية التي ينتهجها التحالف السعودي بالذات. فهذه القوى التي منضوية داخل الرئاسة بما فيها قوى طارق تراء بالفعل بأنها ستكون هي الجدار الأقصر أو هكذا يراد أن تكون لها في قادم الأيام وفي قادم التسويات، وبالتالي شاهدنا هذه التحركات وربما تتبعها تحالفات ثانية وتحركات ثانية وتنسيقات أخرى، ويرتفع السقف أكثر وأكثر إذا مضت السعودية وقعت اتفاق في ملفات خطيرة وفي تسوية سياسية يكون فيها الجنوب خارج اللعبة. نحن لن نجعل ولن نسمح أن نكون عبارة عن قفازات بيد أيا كان، حتى لو كانت السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لأنها قضية وطنية سياسية بحجم الكون هذا، سننتصر لها شاء من شاء وأبى من أبى، ولسنا ولن نأخذ الإذن لا من الأخ ياسين ولا من الأحزاب ولا من القوى ولا حتى من السعودية. لنا نعم. قضية يجب أن تنتصر لنا، وقدمنا شهداء وقدمنا تضحيات وعانينا 3 مرارة ما لم يعانيها على الإطلاق أي شعب خلال هذا النصف الأخير من القرن الماضي. نعم، إذا برأيك أستاذ ياسين، ما الذي تسعى الإمارات لتحقيقه من هذا التحالف؟ تسعى الإمارات بأن تأتي التسوية السياسية لهزيمة الحوثي وانفصال اليمن. كيف الجمع بين هذا؟ أنا لا أفهم. طبعا هي الإمارات ليس من أولوياتها محاربة الحوثيين. الحوثيين كانوا أحد الأدوات التي استخدمتها الإمارات في مرحلة من المراحل. الإمارات تبنت سياسة متشنجة وغير مألوفة تجاه فصيل سياسي في اليمن اسمه الإصلاح، وبسبب هذه السياسة العنيفة وهذا التعصب شبكت مع الحوثيين، وفي إطار تنسيق أمريكي أيضا إماراتي مشترك. اليوم كيف يمكن أن نفهم
أن الانتقال يريد من التسوية السياسية أن تفضي إلى نتيجتين. حل سياسي يبقي الحوثيين في الجزء الشمالي من اليمن ويفصل جنوب اليمن عن ما أي تسوية هذه؟ من بيقبل بها؟ هذه تتعارض تماما مع المبادئ الأساسية للعملية للتسوية السياسية، ولهذا جرى إنتاج كل هذه التشكيلة المسلحة وخلق وقائع جديدة للتملق وإعادة صياغة المرجعيات وإصدار قرارات من الأمم المتحدة تهندس وتؤطر المرحلة الجديدة التي ستقود اليمن إلى كارثة التقسيم والتمكين للعصابات الطائفية المتمثلة في جماعة الحوثي الممولة من إيران. هذا هو السبب الذي حال دون تمكين الجيش الوطني والمقاومة من القيام بدورهما. أسأل صلاح الصقلدي الذي دائما يردد هو والمتحدثين المحسوبين على المجلس الانتقالي أن الشماليين لم يكونوا على قدر المسؤولية، الشماليين هربوا من مواجهة، الشماليين أكلوا لهطوا الزلط، الشماليين طيب هذه السردية الانفصالية في مقابل سردية حوثية بشعة جدا تصف أشرف الرجال في اليمن بأنهم مرتزقة، هؤلاء المرتزقة، هؤلاء المرتزقة. وهذا الحوثي اللي يتحدث يعني إما عبر سكايب يكون يتحدث من منزل مسروق، سارق. هذا السارق النذل يتحدث عن الشعب اليمني يسميه مرتزقة؟ سرقوا المنازل، سرقوا الشركات، سرقوا الأموال، سرقوا البنك المركزي، سرقوا الأسلحة، سرقوا كل شيء، وكل هذا بدعم إقليمي ودولي وممولين أيضا، وتفرغوا لإطلاق هذه التسميات. هؤلاء مرتزقة، هؤلاء مرتزقة. في المقابل الانفصاليين يقول هؤلاء الشماليين يبناء، لم يحسنوا الحروب، لم يتقنوا الحروب. لا، أنا في تقديري المعارك الحقيقية هي المعارك التي يعني تدخل فيها التحالف بكل إمكانياته وحققت نتائج مباشرة ميدانية. المستوى الثاني من المعارك والذي كان له كلف على المستوى البشري وكلف كان مقصود أن تدفع حتى من جانب التحالف هي المعارك التي دارت في تعز وفي في في وفي وفي مأرب وفي أجزاء من الضالع، والمواجهات أيضا اللي خاضتها القبائل في حجور. هذه المعارك، وفي معارك جزئية مثلا في عتمة. هذه المعارك اللي دفعت فيها أثمان باهظة، هدمت فيها المنازل وقتل فيها الناس وحوصروا وشردوا، يعني القتلى والضحايا في مأرب، الالتحام البطولي الذي تم في مأرب على مدى السنوات كان مهندس له بحيث يقع أكبر قدر من الضحايا من الجانبين. يأتي الأخ صلاح وأمثاله يقولوا أنه ليس هناك نوايا، هناك تخاذل، هناك تخادم. يعني لا نستطيع أن نتحمل هذه التوصيفات، اللي يقول مرتزقة واللي يقول الشماليين هذا مرفوض، هذا نضعه تحت أقدامنا وينبغي أن نرفضه بكل قوة وبصراحة. هؤلاء محمولين على على يعني بكل محمولين مشمولين من 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 التمويلات الإقليمية والدولية اللي أدوا هذا الغرض. أحدهم يريد أن يجر اليمن إلى الإمامة العفنة، الثيوقراطية العفنة، وأحدهم يريد تمزيق اليمن. ونحن الآن نرى بأم عيوننا هذه المشاريع تنهار أمام أعيننا. وهذه أنا في تقديري أنه الحسابات عندما تكون ضد إرادة الشعوب وضد المبادئ والقيم الأخلاقية أنا أعتقد أنها لا تصمد في نهاية المطاف. نرى اليوم المجلس الانتقالي في حسرته، يرى أن حضرموت وهي أكبر مكون جغرافي في جمهورية اليمن الديمقراطية السابقة يخرج من تحت سيطرة الانتقالي. حتى مؤتمر حضرموت الجامع لم يعد يطيق الانتقالي، يعني إذا وهذا مؤتمر حضرموت الجامع لا يخضع للمملكة العربية السعودية عمليا. إذا المجلس الانتقالي عليه أن لا يحاكم السعودية فقط، عليه أن يحاكم حضرموت بأكملها، وعليه أن يقر بأنه فقد حضرموت إلى الأبد، إلى الأبد، انتهى الموضوع. إذا عندما تفقد حضرموت فالاستمرار في الحديث عن القضية الجنوبية لا معنى له. إذا دعونا نفكر بشكل مختلف، دعونا نفكر بشكل مختلف.
في دقيقة. نتوحد تتوحد جهودنا لمواجهة الانقلاب أولا واستعادة الدولة. في إطار هذه الدولة هناك حديث يمكن أن يتم تحت مظلة الدستور، وهناك احترام لوجهة نظر قسم من السكان في الجمهورية اليمنية. يريد مثلا هذا القسم من السكان إذا كان يمتلك يعني آليات فعالة وقضايا قابلة للنقاش يمكن مناقشتها تحت يعني في إطار المؤسسات. لنفترض أن الجنوبيون توحدوا على فكرة أن دعونا نناقش مسألة إما إقامة فيدرالية ثنائية أو نذهب إلى الانفصال، لكن ينبغي أن يتم هذا في إطار الاحترام الكامل للمؤسسات ولإرادة الشعب اليمني. لكن أن تتم الأمور من خلال خداع الشعب اليمني، من خلال هذه الانتهازية المرفوضة أن تأتي بتدخلات خارجية أصلا، وهذه التدخلات الخارجية تطوي نوايا سيئة ضد وحدة اليمن، فهذا مرفوض. أنت الآن تتوسل هذه التطورات والأحداث والتدخلات الخارجية لفرض مشروع وفرضه بالقوة على إرادة الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي ياسين التميمي، كنت معنا في هذه الحلقة المساء اليمني. الشكر الجزيل لك أيضا الصحفي صلاح السقلدي، كنت معنا عبر سكايب، وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.